وسهلا ومرحبا بكم الى استاد فرنسا بعاصمه النور باريس. نعيش الليله اللقاء الذي يجمع بين فرنسا ضد البرتغال. طابت اوقاتكم، معكم رؤوف خليفه، التعليق على مباراه اليوم. الجمهور احتراما للنشيد الوطني البرتغالي. النشيد الوطني الفرنسي. تشكيل لمباراة اليوم. غريزمان في انطلاقة ممتازة وعرضية يسمح بالمرور. غريزمان يلعبها مرفوعة. تياغو ميغيل فيلوسو أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. بداية سريعة للمباراة رافقتها فرص ضائعة والجماهير تمني النفس بمتعة اللقاء. ينطلق إلى منطقة الجزاء. كرة خطيرة أمام كل المجال للتصوير. هذه كرة جول. الجمال والابداع. نواصل متابعه المباراه. اذا بعد ان اصبح في تجنب الخساره بعد هذه الهجمه عليهم، يرسل كره طوليه الى المساحه الفارغه، ينقل اللعب الى الامام. محاوله ثانيه. ها هو ماتويدي. ماتويدي يوزعها باتجاه منطقه الجزاء. أوصل الكرة إلى المنطقة بشكل جيد، لكن فابيو كوينتراو يحاول تمريرها عبر الدفاع. كرة معتادة ودفاع فوق العادة. الفريقان لا يلعبان كرة مثالية باستحواذ فقير جدا. لعب الكرة ناحية اليمين. هذه هي نهاية الشوط الأول. قدموا لوحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. فرنسا يتقدم في النتيجة بهدف نظيف. وها هو ينطلق موتينو.
الدقيقة. سيلعب التوزيع وزملائه في الانتظار. داني سدد، لن تسبب أي إزعاج للحارس. إدار دفاعي رهيب، تركيز دفاعي مرعب. جيرو، هذه الكرة تدخل المرمى وجول. أصبح الفارق مريحا الآن بتقدمه بفارق هدفين. ربما أعاق زملاء الحارس مجال رؤيته. انظروا كيف مرت الكرة عبر الفجوة في دفاع، مش معقول، هدف عكسي في مرماه. سيلومون أنفسهم كثيرا. ريكاردو كارفالو يلعب كرة على الجانب الأيمن، كرة على الأطراف، عنده مساحة خالية على الطرف. كانت التوزيعة غير دقيقة بالمرة. ناني صاب، من المفترض أن يصبح هذا هو هدف التعادل. وينطلق جيرو. لا، لم أننا نشاهد موهبة خاصة جدا هنا. لاعب يمكنه تغيير نتيجة المباراة بمفرده. انتهت المباراة رغم بعض الأخطاء الدفاعية التي ستثير غضب المدير الفني، فقد بذلوا ما يكفي من الجهد لتحقيق الانتصار. هذا هو ما يحب الجمهور مشاهدته.